نريد سلاحا ومالا، نحن استطار الطبيعي والوالا رفاقة. نريد القوة بعد اليوم، لا يوجد من القوة وعندك الله. لن تبقى سوريا إلا حرة أبية، سوريا قلب العروبة النابض، لن تبقى مرتعا لقاعدة إيرانية. خسئوا، سيطردوا، سيقبروا، وستعود سوريا، سوريا الاستقلال، سوريا ثورة شعبية لكل أطيافها ولكل أعراقها. سير باريس ناشط سياسي معارض، عضو نسيخ الثورة السورية بمصر. احنا مع تصميم من اكثر من 3 أسابيع ونصف امام جامعة الدول العربية نطالب بوقف القتل عن شعبنا، وكنا نأمل ان يتحرك وزراء العرب بوقف العنف قدما لا ان يعطوه النظام الاسدي القاتل المهنة للمهنة. وفوجئنا، حتى نظام الثورة في مصر للاسف لا يزال نظام تابع للنظام القديم، اوقف تجميع عضوية سوريا مع كل من الجزائر والعراق واليمن ولبنان. نحن نطالب جامعة الدول العربية بفرض العقوبات، اقصى العقوبات الممكنه على هذا النظام وتجميد عضويته بالطريقه الممكنه، وتحويل قضيتنا الى مجلس الامن، الى تدويل هذا الملف السوري حتى يوصل الى حمايه شعبنا الذي يقتل بكل انواع العنف، بالطيران، بالبارجات، بالصواريخ الارض، بالمدفعيه والدبابات. شعبنا يقتل بدم بارد، اكثر من 10,000 شهيد، اكثر من 100,000 معتقل، والنظام يكذب، لم يسحب دباباته ولم يسحب عسكره من الشوارع. وقد نصب الان وامس، اليوم وامس، القناصه على سطوح المباني لضرب المتظاهرين. نرجو من العرب ان يتحركوا ويضغطوا على انظمتهم حتى تساعد شعبنا للخروج من هذه المجزره، المذبحه التي تعرضها شعبنا.